شوفوا اليوم طالع عندنا والعيال احلى اكلات ومكرونه وسلطه وعصير راحت حركات. ها توني ايش فكك ما في الا تكسير. كم 2-4 تعادل. ان شاء الله النصر بياخذ الاسيويه الطير رايحين الماجه وان شاء الله ما تاخذوها. رايحين الملعب ننبسط وفي بعض الناس الفرج مبرع عن بعد وبعض الناس بيموتوا من قهر. كلامي مقتنع. والله ما اشوف هالحالي انا اوريكم. ها كم اقول عندك تطبيق توكلنا. انت مفكر نفسك بسوق ترى كافي يا اخي. انا عندي تعليمات ما حد يدخل عندي الا بتوكلنا. طيب تكفى بس شرط انا اقول لك ولا هجمه. ها بشر خذيت الجرعه الثالثه ولا باقي؟ خبرك عتيق انا اموري كلها طيبه. خشيت باخذ لي موعد لقيت موعد اليوم الثاني في غرناطه خذيته والحين تب التب. وانت وش صار عليك؟ والله الحمد لله انا خذيت الجرعه الثالثه ولو في جرعه رابعه بعد ناخذها. هذا مرض والله انه خبيث. والله الله يكون في العون بس. هلا خليفه مؤيد من زمان عنكم. انحشوا سلامات وراهم انحاشوا هذولي مجرب. انا تعال يا ابو جرعه. هلا والله خان كيف الحال وش اخبارك؟ طيب من زمان ما شفتك. تصدق اخر مره شفتك فيها يوم تيجي تصلح جبس ببيتنا. يبغى جيف جديد ارسل بابا. لا 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 انا شاطف من هنا وقلت ببر عليك اسلم عليك اشتقت لك وفاضي ما عندي شيء. بس ليش انت ما في لبس كمامه؟ ها مصدق انه في كورونا يا اخي. انا بابا موت من كورونا، خالي موت من كورونا، نص قريه بالباكستان موت من كورونا. كيف انت قلت ما في كورونا يا ابن الحلال؟ كله نصب، لا يكون تطعمت بعد. انا شيل واحد هنا وواحد هنا، باقي ثالث بعد يومين، انت شيل الغتيم ولا لسه؟ لا انا ما في شيء، ولا انا بشايل، مهبول انت، مهبول اشيل، كله نفر هذا موت بعد سنتين. يا اخي يلا، روح برا، ما في تدفين ما في دخل هنا. تطردني! يا اخي ما في دخل هنا مرة ثانية. يلا ايوه انا ضيفك انا. يلا روح انا ضيفك. اصبر دقيقة. دقيقة عالي. اصبر. وش ذا؟ قطعها